السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم جني واحد ديال الدجاج اللي كيجيو غزالين بزاف في الفرن. نتمنى تتبعوا الفيديو، مشوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا عندنا كيلو ديال الجناوح كيف ما كتشوفوا كيلو، وعندي معلقه صغيره ديال سكنجبير ملح حسب الذوق، عندي معلقه صغيره ديال الثومه غبره، ومعلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره، عندي معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، وعندي شويه ديال القزبر ومعدنوس، عندي شويه ديال الحامض مصير مقطع صغير، وعندي معلقه كبيره ديال باربيكيو. تقدروا تعوضوها بالكيتشوب ولكن الا كانت باربيكيو غادي يكون احسن. وعندي هنايا ربع كاس ديال الزيت. شو طريقه التحضير؟ غادي ناخذ العطريه اللي عندي، غادي ندير الزيت، غادي نخلط هاد المكونات كاملة اللي عندي. غادي نضيف الجناوح، غندخل فيهم هاد العطريه اللي درت كما كتشوفوا، غادي نخدمها مزيان. من بعد ما دخلت ليهم العطريه كيف ما كتشوفوا، غادي نخليهم يرتاحوا على الاقل واحد 3 سوايع، ولكن الا كانت ليله كامله غادي يكون احسن. من بعد ما خليتهم يرتاحوا واحد 3 سوايع صافي، غادي ناخذ لاطه ونفرش ليها ورق الزبده، غندي من الفران اللي مشعل عليه من الفوق ومن التحت على عافيه متوسطه، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف ما كتشوفوا البنات، هنا رافقناهم مع صوص باربيكيو ورافقناهم مع لانشون. ما نقولش لكم البنات شحال كيجيو غزالين بلا قياس، وكيجيو بنان 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 لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. كنتمنى تجربوهم، واكيد اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى تخلوا لي لايك وكومونتير وتشاركوا معايا في القناه اللي مازال ما مشاركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم. الى فيديو جديد ان شاء الله.